بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. دعاء يجمع لك الدنيا والآخرة. كلنا أيها الأحبة يتمنى أن يفوز بسعادة الدنيا وبنعيم الآخرة. كل واحد منا يتمنى أن يعيش في الدنيا حياة مطمئنة، يستمتع بها بما أحل الله له، يكون فيها آمنا مطمئنا سعيدا فرحا، وبنفس الوقت يكون في الآخرة أيضا فرحا مسرورا، يفوز برحمة الله تبارك وتعالى. دعوني أولا أستمع معكم إلى هذا الدعاء الذي علمنا إياه الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام، ثم نتأمل كنوز هذا الدعاء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. ويخاطب بهذا الدعاء ذلك الرجل الذي سأله كيف أقول حين أسأل ربي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك، صلى الله عليه وسلم. والله أيها الأحبة حديث مليء بالتفاؤل، مليء بالرحمة. اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني. دعونا نتأمل لماذا اختار النبي عليه الصلاة والسلام هذه الكلمات الأربعة: تجمع لك دنياك وآخرتك، يعني تجمع لك الخير في الدنيا والسعادة والرزق، وفي الآخرة النعيم والفوز بجنة الله ورحمته ورضوانه عز وجل. طب عندما تقول اللهم اغفر لي، ولماذا بدأ بالمغفرة؟ أخي الحبيب تصور معي، كلنا يخطئ في حق نفسه وفي حق الله تبارك وتعالى، كلنا مخطئون الحقيقة في حق الملك عز وجل، مقصرون بالعبادة، بصلة الرحم، بالإنفاق، بالعفو والتسامح، مقصرون في كل شيء للأسف. نرتكب بعض الهفوات، بعض الأخطاء، اللمم. قد يرتكب أحدنا فاحشة، قد يظلم نفسه. فأنت إذا أردت أن تسأل الملك من العباد، من الناس، وأنت أخطأت في حقه، يعني في البداية تقول له: أرجوك، يعني أرجو أن تسامحني، أرجو أن تعفو عني، ثم تطلب منه. لاحظتم أيها الأحبة، يعني هذا الدعاء بدأ بالمغفر، بطلب المغفرة: اللهم اغفر لي. لأنك أول شيء أدبا مع الله تطلب المغفرة لأنك أخطأت في حقي، ومن منا لم يخطئ في حق الله تبارك وتعالى. طب إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام عندما يدعو يقول اللهم اغفر لي، والنبي معصوم، يعني هل النبي ارتكب ذنوبا وأخطاء ومعاصي حتى يقول اللهم اغفر لي؟ فإذا كان هذا هو حال النبي، على الرغم من أنه رسول الله يقول اللهم اغفر لي، طيب نحن ماذا نقول اليوم؟ نحن يعني المنغمسون في الأخطاء والمعاصي، ماذا نقول؟ فلذلك أخي الحبيب، عندما تريد أن تسأل الله حاجة لك، لا تقل اللهم ارزقني فورا، لا، تأدب مع الله، اطلب المغفرة أولا، قل يا رب اغفر لي، اللهم اغفر لي، وتدعو وأنت منكسر أمام الله، معترف بذنبك. سيدنا ذنون يونس عليه السلام عندما كان في بطن الحوت وفي أعماق البحر، ماذا قال؟ قال: لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يقل يا رب أخرجني من بطن الحوت، صح؟ اقرأوا القرآن. لم يقل يا رب أنقذني من ظلمات البحر، هو فقط
لأنه يعلم أن الله يعلم أين هو، يعني لا داعي لأن تخبر الله أين أنت وماذا تريد، الله أعلم بحاجتك. الله يعلم أنني بحاجة للرزق، فلا داعي أن أبدأ وأقول يا رب ارزقني، لا، قل له يا رب اغفر لي ثم بعد ذلك وارحمني. سبحان الله، يعني مغفرة ورحمة، لأن المغفرة لا تكفي أخي الحبيب. قد يغفر الله لإنسان ولا يرحمه فينغمس أكثر في المعاصي والمشاكل، ولكن من رحمة الله أنه إذا غفر لإنسان ورحمه فسينقذه من المعاصي في المستقبل، يرحمه، يسخر له الخير، يسخر له أسباب النجاح، يسخر له أسباب الحياة المطمئنة. لذلك اللهم اغفر لي وارحمني، هذه ضرورية في الدنيا وفي الآخرة، لأنه يوم القيامة ستجد أخطاءك كلها أمامك، سيقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. طيب أنت عندما تجد هذه الأخطاء، إذا لم تغفر لك هذه الأخطاء كيف ستدخل الجنة؟ إذن أنت بحاجة للمغفرة في الدنيا وفي الآخرة، ليس في الدنيا فقط، أيضا في الآخرة أنت محتاج أكثر للمغفرة ومحتاج أكثر للرحمة. لذلك اللهم اغفر لي وارحمني تكون عينك على الدنيا وعلى الآخرة. يا رب اغفر لي ذنوبي في الدنيا واغفر لي ذنوبي يوم لقائك، وارحمني في الدنيا، ارحمني فاحفظني من شر فلان، احفظني من شر الفقر، من شر الأذى، من شر الظلم، ارحمني بحل مشاكلي التي لم أتمكن من حلها، وفي الآخرة ارحمني وأدخلني الجنة. طيب، وعافني وارزقني. الآن بعد أن غفر الله لك ورحمك تقول له يا رب عافني، تطلب العافية، تطلب الصحة الجيدة. فإذا عافاك الله من المرض، عافاك من أذى الآخرين، عافاك من أن تسأل الآخرين، عافاك من الفقر، عافاك من ظلم الآخرين لك، طيب ماذا تريد أكثر من ذلك؟ وفي الآخرة الله سيعافيك من خلال عفوه عنك ليدخلك الجنة إن شاء الله. طيب وارزقني، انظر أخي الحبيب، نحن اليوم ننظر لموضوع الرزق وكأنه هو الأساس، لا، النبي أخر موضوع الرزق آخر شيء، لأن هناك أشياء أهم من الرزق بكثير. هناك أناس لديهم المليارات ولكنه مريض، لا يستطيع أن يعيش حياة طبيعية. هناك من عنده الملايين ولكن لديه مشاكل ولديه هموم ولديه اكتئاب، لا يستطيع النوم. فإذا المغفرة والرحمة والعافية أهم من الرزق، بل هي أعلى أنواع الرزق. فبعد أن طلبت من الله المغفرة والرحمة وطلبت العافية تقول وارزقني، سيرزقك الله في الدنيا رزقا حسنا وييسر لك أسباب الرزق، وفي الآخرة سيرزقك الجنة. طيب بالله عليكم، هذه الكلمات الأربعة بعد هذا الشرح، رأيتم معي كم هي رائعة، كم هذا الدعاء البسيط فيه الخير وفيه السعادة وفيه الطمأنينة وفيه التفاؤل وفيه الأمل، يعطيك أمل هذا الدعاء أخي الحبيب. لذلك أرجو أن تحرص عليه دائما وأن تدعو به الله، ليس مرة واحدة، مئات المرات، كلما تذكرت أدعو الله بهذا الدعاء، قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإنها تجمع لك أمر خير الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى
أن يغفر لنا ويرحمنا ويرزقنا من لدنه رزقا كريما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.